يمسف نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل في ريفاير ملف التالف. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على التطبيقات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الفري فاير الخاص بكم، ثم سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن واي فاي خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم فري فاير. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك.